الدوري بقى يوم أربعة يوم الاثنين اللي حصل فيها ان نادي الزمالك لم يذهب لملعب المباراه، اعلن اتحاد الكره المصري عقوبه نادي الزمالك. الاهم في ده ان هو اعلن طبقا للوائح وذكر الارقام المواد اللي اتخذ عليها عقوبه نادي الزمالك. هو ده بالظبط الموقف ده هو اللي كنا عاوزين نعيشه مع فكره لجنه الانضباط. زي ما حضراتكم شايفين ده قرار اتحاد الكره المصري على الموقع بتاعه بهزيمه نادي الزمالك امام النادي الاهلي، فقالوا ايه؟ باعتبار الاهلي فائزا بالمباراه 2-0 مع خصم 3 نقاط اخرى من رصيد الزمالك في نهايه موسم 2019-2020، ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقه، بالاضافه الى توقيع غرامه ماليه على نادي الزمالك قيمتها 200,000 جنيه تسدد لخزينه الاتحاد خلال شهر من تاريخه. وكانت اداره المسابقات قد اعتبرت فريق الزمالك منسحبا من المباراه بناء على تقرير حكم ومراقب المباراة وإعمالا لنص المادتين 46 و47 من لائحة المسابقات والبند 30 فقرة 2 من شروط ونظام المسابقة. هو ده هو ده. احنا هنا نقول للجنة الخماسية شابوه، انت قلت الخطأ فين وقلت نصوص المواد ايه وفقرة كام. هو ده اللي احنا كنا عايزينه بالظبط. لما تيجي تختار اي عقوبه سواء بقى انضباطيه او صادره من لجنه المسابقات تكون مسببه وفي لائحه وفي نص ماده، لان لا اجتهاد مع نص. انا لما يوصلني نص ماده في بدايه الموسم خلاص اللاعب اللي عندي اخطا او المدير الفني او اي حد في عناصر منظومتي اخطا وعارف مسبقا ان في اللائحه دي عقوبتي، انا هعترض على ايه؟ انا هعترض على ايه؟ انا مش هعترض على حاجه. فلما انت كاتحاد كره او كلجنه خماسيه اعرف ان في فرق بين قرارات لجنه الانضباط وقرارات لجنه المسابقات، لكن في النهايه انت في قرار لجنه المسابقات عن مباراه الدوري اعلنت بوضوح المواد ونصوص المواد. طب انا اقول لك المشكله جايه منين. المشكله جت من انت في عقوبه نادي الزمالك انت عندك ماده واضحه انت عايز تحتكم اليها، فلما احتكمت اليها عندك المواد الواضحه اللي بتديك الصلاحيه ان انت تاخد العقوبه دي اللي هي 3 نقاط بتوع المباراه و3 نقاط في نهايه الموسم. مشكله كهربا مختلفه. مشكله كهربا ان انا عارف اقصى عقوبه لو انا عايز اعمل واستند لبنود ومواد، لا في اللائحه على فكره المواد الخاصه اللي احنا عرضناها قبل كده كنا بنستعرضها في عدد المباريات، بس هنا الفكره ان انا عايز اوقع عليه عقوبه خارج اللائحه بس من غير ما يبقى الموضوع شكل وحش فاتقال لنهاية الموسم أو العقوبة بدون أجل. فده اللي عمل الخلط، إن أنا عايز أوقع عقوبة مش منصوص عليها بشكل واضح في اللوائح والقوانين، وهنا بتحصل المشكلة. نحب بس أضيف نقطة لأن أثارت جدل على السوشيال ميديا فكرة خصم 6 نقاط ولا 3 نقاط. بالفعل قرينا اللائحة، اللبس حصل من إن اتقال كده في اللائحة أو في المادة خصم 6 نقاط منهم نقاط المباراه، يعني المباراه اللي ما ذهبش ليها نادي الزمالك او اي نادي اتخصم 3 نقاط. وبالمناسبه اللائحه دي موجوده من ايام الحاج عامر حسين، واعتقد حصلت مع فريق النصر برده كان ما ذهبش المباراه وحصل برده خصم 3 نقاط المباراه و3 نقاط في نهايه الموسم. احنا هنا بس حابين نوضح حاجه، ان كل شيء بيخص اللوائح والقوانين احنا معاه وبندعمه، بس الامور تكون واضحه. احنا محتاجين نشوف الوضوح ده.